اسمي حفيظة علي ياسين منصور، نزحت من حيس لمديرية أبيان. أولاد معي 3 بنات و2 عوال. قال لي يدرسوا، قال لي لا ما يدرسوا، شوي دحين ما عاد يدرسوا، ولا قال لي يدرس لا كبر ولا فتيني. ما معنا شي بياس من درسين قال لي، ولا معنا نعمل لهم بدلات، ولا مساكين ما يحصل ما نحصلوش حتى البدلات نبدلهم كمان الجهال. اشتي لهم على ما يستطيعوا، الذي يحبه يحبوا يهبوا له يا بدلاته ولا اكلوا ولا اللي شيء اكتب لهم بوش يهبوا لهم اياه. جزاهم الله خير. انا اتمنى ولا معانا شيء، نتمنى كل شيء. اشتي مشروع حتى صغير حق ما اقدر، حتى اهب لعيالي، اصرف على عيالي، اعيش عيالي، ادرس عيالي، حتى لو يكون حتى دقاق يهبوا لي. شا ربي منه لعيالي. شاب لهم بيض، شاب لهم لحم، شاب لهم شبيع البيض حقهم، شندي لهم بملابس، شندي لهم. لا تحققن امنيتي، شرتها عيني وعيالي.